القصة التي تتم لبعض الكفاءات المغربية فلا بد أن نفتح عيوننا. أولا بغيت نشير إلى أن هذه العملية هي عملية لا تشرف عليها فقط وزارة التشغيل ووزارة الهجرة، بل هي عملية حكومية، لأنه سواء من السنة الماضية ولا هذه السنة هذه قبل ما كتبدأ العملية كتجتمع واحد اللجنة تحت رئاسة مسؤول من الوزارة الأولى أو رئاسة الحكومة لكي يتخذ القرار بالاستجابة للطلب الإسباني، ثم ثانيا تبحث سائر التدابير لمواكبة هذه العملية من البداية، من العملية ديال الانتقاء. والعملية ديال الانتقاء خصكم تعرفوا بأنها كاين واحد الإقبال كبير، كيخصها واحد التنظيم، ولهذا لابد من أن نوجه الشكر لوزارة الداخلية والسادة الولاة العمال اللي شرفوا على التنظيم ديال هذه العملية، بحيث أنها كانت عملية ناجحة ومرت في ظروف جيدة وكان الإقبال متزايد، وهذا الإقبال المتزايد يدل على نجاح هذه العملية. والذي يدل على ذلك هو نسبة المعاودات، لأنه اليوم غنوصلوا 19,000، بمعنى أنه النسبة ديال المعاودات غنوصلوا تقريبا واحد حوالي 15,000 أو 13,000، على كل حال الرقم يمكن يزيد ولا ينقص، ولكن هذا كيدل على أن هذه العملية عملية ناجحة. كما أشار زميلي يعني السيد الوزير، السنة الماضية أيضا تمت مواكبة هذه العملية بالقيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفنا من خلالها وفد حكومي مكون من وزارة الشغل، من الوزارة المكلفة بالهجرة، من عدد من الوكالة الوطنية، ووقفنا عند ظروف عمل هؤلاء السيدات وظروف إقامتهن. وفي العموم لاحظنا أن هذه الظروف يعني حسنة، ولكن رغم ذلك أصررنا على مزيد من التطوير ومزيد من التحسين، ولا بد ان نشكر الطرف الاسباني لانه الاستجابه ديالو دائما كتكون استجابه ايجابيه. لماذا؟ كما قال السيد الوزير، لانهم كيعرفوا ان هذه العمليه مهمه، وكيعرفوا القيمه ديال العمل والكفاءات ديال النساء المغربيات. والنساء المغربيات اللواتي شاركنا هن يعني شكون راضيات على عملهن، وما قيل في السنة الماضية يعني نحن لن ندخل في تفاصيله، ولكن على العموم هذا لا يمس بالعملية في جوهرها. والقضاء الإسباني كما تعلمون حافظ عن الشكايات، ونحن لا نستبعد أن تقع بعض الممارسات من هنا أو هنا كما يقع في كل بلاد العالم. هذه أريد أن أسجلها، ولكن الآن ضمن جميع الآليات وجميع الضمانات، بحيث أنه في حالة ما إذا احتاجت النساء إلى دولتهن وإلى مواكبة الوزارات المعنية فإنهن سيجدن هذه الوزارات حاضرة. ولهذا دار واحد البرنامج ديال المواكبة قبلية، دابا كاين واحد العملية ديال التحسيس ديال العاملة داخل الوكالة باش يعرفوا فين غاديين، باش يعرفوا الظروف ديال العمل ديالهم، وغتكون واحد المواكبة كما أشار السيد الوزير بعدية من خلال يعني الاستشارة القانونية، التأطير القانوني، من خلال التأطير الاجتماعي، التأطير الثقافي، التأطير اللغوي والمصاحبة الاجتماعية. فلهذا هذه العملية إن شاء الله كتمشي من حسن لأحسن، ونريد أن تكون هذه العملية أنجح من العملية التي تمت خلال السنة الماضية. لأنها وآخر نقطة بغيت نشير، اليوم في وزارة الشغل إحنا كنشتغلوا على أن العمل ما يبقاش ديال هاد النساء ما يكونش موسمي، باش يكون عمل سنوي. ولهذا إحنا مشتغلين باش النساء المزارعات في حقول ويلفا غادي يبداو يديروا عمل ديالهم هنا. ولهذا تأسست أول تعاونية للخدمات الفلاحية التي سيقدمها هاد النساء في إقليم الفقيم الصالح، وإن شاء الله التجربة هذه من غتنجح نحاولوا نعموها في جميع مناطق المغرب وبالنسبة لجميع النساء الفلاحيات المزارعات. وقعنا على اتفاقية كنعتبروها في وزارة مغربة العالم وشؤون الهجرة أنها أساسية ومرجعية. بالفعل السوق الإسباني هو في حاجة ليد عاملة مغربية، لا سيما في مجال الفلاحي وبالضبط في منطقة ويلبا في الفواكه الحمراء. كما كتلاحظوا ان هذه السنه ضعف العدد، كان 15,000 وصل 19,000. ماشي فقط هذه رغبه الاسبانيين عاديه، ولكن اعتراف منهم بان العامله المغربيه عندها مهارات استثنائيه في هذا المجال، واعتراف كذلك بان السوق الشغل محتاج لهذه الكفاءات ديال العاملات المغربيات.
إذن حنا بغينا هاد السنة العامة تكون مؤطرة. وقعنا هاد الاتفاقية. هاد الاتفاقية كتنص على مجموعة من الآليات أساسية ديال المواكبة. أولا والمواكبة القانونية، هناك اتفاق مغربي إسباني تفعيله على أرض الواقع كيطلب آلية من الآليات، وأن جمعية محامي مغربة العالم اللي كيمارسوا في المنطقة وكيمارسوا في إسبانيا غيأسوا واحد الخلية للمواكبة القانونية بشكل منتظم وبشكل يومي بيتنسيق مع وزارة الشغل. كذلك غادي يكون مجموعة من الأطر وزارة الجالية اللي غيبقوا يتناوبوا كل أسبوع أو أسبوعين وغيحضروا في عين المكان المتابعة بتنسيق مع قنصلية المملكة المغربية في عين المكان. كذلك غتكون واحد عملية تنشيط ثقافي عن طريق مؤسسة ثقافة الثلاث واللي احنا حاضرين فيها بتقل واللي عندها شراكة معنا واللي غتركز أساسا بالإضافة إلى المواكبة الثقافية كما أشار السيد الوزير على تلقين اللغة الإسبانية لهذ العاملات، ما دام أن السوق الإسباني ولا طالبهم، ماشي هم اللي راغبين فيه، هو اللي طالبهم. فإذا هاد العملية هذه غتخلينا نجنبوا بعض الثغرات اللي وقعت في السنة الماضية، وفي نفس الوقت نطوروا ما دام أن المغرب بفضل الإرادة الملكية منخرط انخراط برؤية استراتيجية في تدبير إشكالية الهجرة. ومن بين التدبير هو العمل على خلق شراكات ما بين مجموعة من الدول من أجل هجرة منظمة. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.